بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن دوائر التيار المستمر. في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن الـ AC Fundamentals أو أساسيات دوائر التيار المتردد. لو جينا نفرق بين الـ Direct Current Circuit Current والالترنيتنج كارنت، هنلاقي ان الدايركت كارنت هو تيار ثابت القيمة والاتجاه، اما الالترنيتنج كارنت هو تيار متردد القيمة والاتجاه. يعني في النص سايكل الاولى بيبقى بوزيتيف، النص سايكل الثانية بيبقى نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، يقعد يغير في بيغير في اتجاهه، يبقى هو تيار متردد القيمة والاتجاه. طيب علشان نتعرف اكتر على التيار المتردد، ففي بعض المصطلحات هنتكلم عنها وبعض الطرق توليد هذا التيار. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح طريقة بسيطة جدا لتوليد الـ EMF أو القوة الدافعة الكهربية. لو أنا عندي مغناطيس بيديني فيض مغناطيسي، وحركت موصل حركة في هذا الفيض، هيتولد على طول قوة دافعة كهربية تبان عن طريق الجلفرمتر اللي قدامنا في الشكل ده. طيب القوة الدافعة الكهربية المستنتجة ديت بتعتمد على ايه؟ بتعتمد او الـ EMF اللي هي القوة الدافعة الكهربية تساوي الفلكس دينستي اللي هو البي كثافة الفيض، الـ L اللي هو طول الموصل، الـ V سرعة حركة الموصل في المجال المغناطيسي، ساين سيتا هي زاوية ميل الموصل مع خطوط الفيض المغناطيسي. هنا لو انا حركت الموصل حركة لأعلى والأسفل، يبقى انا متعامد مع خطوط الفيض، وبالتالي سيتا تساوي 90، يبقى ساين 90 بواحد، دي أعلى قوة دفع كهربي ممكن اخدها في هذه الحالة، بس هتعتمد على ايه؟ على البي والال والفي. طب انا عاوز اعرف اتجاه التيار في الموصل اللي قدامنا، وبالتالي اتجاه القوة الدافعة الكهربية. ده هنعرفه من قاعدة فيلمينج لليد اليمنى. لو بصينا هنلاقي في الابهام والسبابة والوسطى. هنا الابهام بيشير لاتجاه الحركة، السبابة بتشير لاتجاه الفيلد اللي هو المجال المغناطيسي، التيار المستنتج هيبقى هيشير ليه الوسطى. يبقى دلوقتي لو انا بتحرك في الشكل اللي قدامي ده، بتحرك لاعلى، يبقى على طول القوة او الاتجاه التيار هيكون هو الاتجاه اللي قدامي في الشكل اللي قدامي ده. طيب لو انا حركت الاسفل، بناء على قاعدة فيلمينج لليد اليمنى، هلاقي ان التيار هيتحرك عكس الاتجاه اللي قدامنا في الشكل. طيب اللي فات ده كان موصل عبارة عن جانب واحد، طب اللي قدامنا ده ايه؟ نفس الفكرة، ولكن هنا بيسموها السنجل لوب سيركت، سنجل لوب كوي. هنا عندنا الموصل عبارة عن تو سايدز، الموصل ده بيلف 360 درجة في مجال مغناطيسي. طيب هنا علشان ان الموصل بيلف وعاوز اخد جهد من عليه، فبستخدم حاجة اسمها حلقات توصيل. الحلقات التوصيل ديت
بكوليكت او بجمع منها التيار المستنتج عن طريق حاجة اسمها فراش كربونية للحمل اللي انا عايزه. يبقى الموصل اللي قدامنا اللي هو السنجل لوب سيركت ده بيلف بيولد لي قوة دفعة كهربية، باخد بجمع التيارات عن طريق فرش وحلقات انزلاق زي ما احنا شايفين كده. وده مثال بسيط لمولد. اكشوالي المولد بيبقى عبارة عن مالتي لوب علشان اخد جهود اعلى من كده. عشان اخد جهود يبقى محتاج مالتي لوب، مش سنجل لوب، مالتي لوب. بيبقى ملف. طيب لو احنا لف الموصل اللي هو في الشكل اللي فات ده لو لف 360 درجة، ايه اللي يحصل؟ القوة الدفعة الكهربية اللي تستنتج تبقى عاملة ازاي؟ تبقى بالشكل اللي احنا اللي قدامنا ده، عبارة عن ساين ويف. في وضع معين هتلاقي القوة الدفعة الكهربية المستنتجة بصفر. وضع تاني اللي هو عند باي على 2 اللي هو 90 درجة، القوة الدفعة الكهربية تبقى ماكسيمم بالبوزيتيف. عند 180 درجة لما يدور نص لفة يبقى صفر تاني، وبعدين يقلب للنيجاتيف. فهنا زي ما احنا اتفقنا ان قوة الدفعة الكهربائية المستنتجة بتساوي بي ال في ساين سيتا. هنا الملف بيدور بيعمل زوايا مختلفة، وبالتالي يستنتج جهود مختلفة تدينا الشكل اللي قدامنا ده. وده الموجة الشهيرة جدا لقوة دفعة كهربية ساين ويف. طب المعادلة بتاعت المنحنى ده ايه؟ الاي بتساوي الاي ماكسيمم اللي هو القيمة العظمى ساين اوميجا تي او ساين سيتا. في شوية تعريفات محتاجين نعرفهم عشان نفهم اكتر الاي سي. في السايكل، يعني ايه سايكل؟ وان كومبليت سيت اوف بوزيتيف اند نيجاتيف فاليوز اوف alternating كوانتيتي، ده بيسمى السايكل. يعني ايه؟ يعني اللي قدامنا دلوقتي في الشكل اللي قدامنا ده يمثل سايكل عبارة عن بوزيتيف هاف سايكل ونيجاتيف هاف سايكل، الاثنين مع بعض بسميهم سايكل، دورة كاملة. ودي طبعا دورة كاملة للموصل. تعريف آخر اللي هو التايم بيريود، ده ببساطة هو the time taken by an alternating quantity to complete one cycle، أو هو زمن دورة كاملة. يعني الموصل ده هيلف 360 درجة، هيلف في زمن قد ايه؟ هياخد زمن قد ايه؟ هو ده اسمه التايم بيريود زي ما احنا اتفقنا. في الفريكوانسي اللي هو التردد، هو the number of cycles per second، يعني هو عدد السايكلز اللي هتتكون لكل ثانية، أو عدد الذبذبات للثانية الواحدة، هو هيتردد كم مرة في الثانية الواحدة. طيب في علاقة بين التردد والتايم بيريود. التردد هنا بيساوي واحد على التايم بيريود تي. في مصطلح آخر اسمه الامبليتيود. يعني ايه الامبليتيود؟ the maximum value بوزيتيف اور نيجاتيف، هو القيمة العظمى اللي هو الاي ماكسيمم اللي احنا شفناه في الشكل اللي فات، هو اعلى قيمة في الشكل، اعلى قيمة هو الماكسيمم فاليو. الفيز انجل، يعني ايه الفيز انجل؟ لو انا جبت موصلين اتنين منطبقين على بعض، الموصل اسمه A زي ما احنا شايفين وموصل اسمه B،
ولفوا وعملوا حركة دورانية في مجال مغناطيسي. قلنا الحركة الدورانية هتولد لي قوة دفعة كهربائية ساين ويف بالشكل اللي قدامنا. طيب القوة الدفعة الكهربائية المستنتجة في الملف أو الموصل A، والقوة الدفعة الكهربائية المستنتجة في الموصل B، هيبقوا شكلهم عامل ازاي؟ هيبقى بالشكل اللي قدامنا، هيبقوا منطبقين على بعض، هيعملوا زاوية فيز انجل زيرو كده في الشكل اللي قدامنا كده، مفيش فيز انجل بين الموصلين او الشكل الموجتين اللي قدامنا. لو احنا عبرنا عن الموجة ايه، هنقول المعادلة بتاعتها اي ماكسيمم واحد اي ماكسيمم ساين اوميجا تي. طب اي بي الموجة بي اعبر عنها بايه؟ اي ماكسيمم 2، لانها هيبقى البيك بتاعها مختلف ساين اوميجا تي. الفيز ديفرنس، لو انا جبت ثلاث موصلات، الثلاث موصلات عاملين مع بعض زاويه، الموصل A والموصل B زاويه بيتا، الموصل B والموصل C زاويه الفا، الموصل A والموصل C بقى كده عملوا الفا زائد بيتا. دول لو داروا عملوا حركه دورانيه في مجال مغناطيسي زي ما احنا شايفين، هيتولد في كل موصل قوة دفع كهربية. طيب هتبقى شكلها عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين هنلاقي ان الموجة ايه والموجة بي والموجة سي ايضا هيعملوا فيز انجل بين كل موجة والتانية، يعني الموجة ايه والموجة بي عاملة فيز انجل بيتا زي ما هي في الفيزيكال شيب اللي قدامنا، والموصل سي وبي عاملين زاوية الفا، والموصل A و C عاملين الموجة اللي بينهم الفا زائد بيتا. طب لو عبرت عنهم بمعادلات هنلاقي ان ال EA القوة الدافعة الكهربية المستنتجة في الموصل A بتساوي E ماكسيمم ساين اوميجا تي، E B E ماكسيمم برضو E ماكسيمم ليه؟ لان البيكس هنا واحدة، او الامبليتيود واحدة، او الماكسيمم فاليو واحدة، يبقى ال E B بتساوي E ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص بيتا لانها متاخره بزاويه بيتا. طب الاي سي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص الفا زائد بيتا. الروت مين سكوير فاليو، جذر متوسط المربعات، او بيسموها الافكتيف فاليو، القوه القيمه الفعاله، القيمه الفعاله للكرنت، القيمه الفعاله للجهد. ايه هي القيمه الفعاله؟ هي ببساطه هي عباره عن التيار المستمر المكافئ الذي يعطي نفس التاثير الحراري، والتيار المستمر المكافئ الذي يعطي نفس التاثير الحراري. طب يعني ايه؟ نوضحها بالشكل ده. لو انا جيت كده عملت اختبار بسيط او تجربه بسيطه، جبت دايره فيها بطاريه مقاومه وطبقت عليها جهد دي سي، ونفس المقاومه طبقت عليها جهد ولكن اي سي. طيب لو انا كانت الحراره عند نقطه ما، كانت الحراره على عند المقاومة R هي نفس الحرارة عند المقاومة R في الاي سي، الاي سي والدي سي، هلاقي ان قيمة الاي ار ام اس اللي هو قيمة التيار الافكتيف بتاع الروت مين سكوير فاليو بتاع التيار الاي سي هو نفس التيار اللي هيمر ساعتها الخارج من البطارية بتاعت الدي سي، يبقى هو التيار المستمر المكافئ اللي يعمل نفس التأثير الحراري. درجة الحرارة هنا في المقاومة دي هي نفس درجة الحرارة في المقاومة في الدائرة التانية، فده هو التيار ال روت مين سكوير فاليو. في أيضا الأفريج فاليو، هو هنا احنا ليه في قيم مختلفة في الـ AC؟ الـ AC تيار متردد القيمة، هو تيار متردد القيمة والاتجاه، هو تيار بيتغير انستانتينيسلي،
يعني عند كل زمن بيبقى له قيمة مختلفة. طب أنا هعبر عنه إزاي؟ الدي سي كنت بقول هو قيمة خلاص، هو قيمة ثابتة وخلاص، قيمة 5 فولت، 5 أمبير، 10 أمبير، هي قيمة ثابتة وخلاص. إنما هنا التيار بيتغير انستانتينيسلي. طيب له بقى قيم، الامبليتيود له، الروت مين سكوير فاليو له، الافريج فاليو. طب ايه بقى الافريج فاليو؟ هو التيار المستمر المكافئ الذي له نفس قيمة الشحن. هو التيار المستمر المكافئ الذي له نفس قيمة الشحن، وده هبان اكتر في كيفية حساب الافريج فاليو والروت مين سكوير فاليو. هاو تو كالكوليت الافريج فاليو؟ لو احنا عندنا موجه بالشكل اللي قدامنا دي، الموجه ديت ساين ويف، وعاوز احسب الافريج فاليو ليه، وعاوز احسب بعد كده الروت مين سكوير فاليو ليه. طبعا الماكسيمم فاليو هي واضحه قدامنا، هي الاي ماكسيمم، خلاص الاي ماكسيمم معروف. طب الافريج فاليو بكام؟ طب الروت مين سكوير فاليو بكام؟ هو ده الجزء اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، ازاي احسب الافريج فاليو لاي موجه عندي. لو احنا بصينا للافرج فاليو، هي عباره عن الاريا، المساحه تحت المنحنى على البيس، الاريا على البيس. ليه؟ لان احنا قلنا لسه كنا بنقول على الافرج فاليو هو التيار المستمر المكافئ اللي له نفس الشحنه. طب نفس الشحنه هي تكامل الكرنت، تكامل المنحنى ده بيديني المساحه تحت المنحنى، هو الاريا، هو ده الشحنه على قمه البيس. احنا عايزين ناخد قاعده دلوقتي. القاعده بتقول ان لو الداله متماثله حوالين محور اكس او محور هنا اوميجا تي، يبقى باخد نص سايكل وبعمل عليها التكامل. باخد ايه؟ نص سايكل وبعمل عليها التكامل. طيب لو الداله غير متماثله زي ما هنشوف بعد كده، باخد سايكل كامله، دوره كامله وبعمل عليها التكامل. طب ناخد المثال ده. هنا الافريج فاليو بتساوي تكامل من زيرو باي اي دي سيتا او اي دي اوميجا تي، ده كده بمثابه اللي هو المساحه تحت المنحنى. التكامل من زيرو باي، لان انا هاخد نص سايكل دلوقتي، من زيرو باي للاي، والاي هنا هو بيساوي ايه؟ اي ماكسيمم ساين سيتا او اي ماكسيمم ساين اوميجا تي. ده كده المساحه على البيز. البيز بتاعتي كام؟ بيز اللي هو الدوره كامله، النص دوره هنا كام؟ من زيرو الباي يعني باي. يبقى هنا البيز بتاعتي هي باي. هعمل تكامل، يبقى الاي ماكسيمم ثابت اطلعه بره المنحنى، بره التكامل، على باي، وتكامل الساين سيتا من زيرو الباي، يديني ايه في الاخر؟ يديني الاي ماكسيمم او 2 اي ماكسيمم على باي. يبقى هنا في حاله الساين ويف الافريج فاليو علاقتها بالماكسيمم فاليو ان الاي في افريج بتساوي 2 اي ماكسيمم على باي. ده الكونكلوجن او الملخص بتاع او الاستنتاج بتاعي. طب ازاي احسب الروت مين سكوير فاليو؟ في حساب الروت مين سكوير فاليو انت بتعمل ايه؟ هو نفس المعادله اللي فاتت، بتربع الفانكشن، بس بتعمل جذر وتربع الفانكشن، بتدي اي تربيع. طب هو قال لك هنا من 0 ل 2 باي اي تربيع دي سيتا على 2 باي، هو هنا خد سايكل كامله. لو احنا حلينا وخدنا نص سايكل برضو للدوال المتماثله هيطلع نفس الحال. يعني هنا ممكن في حساب الروت مين سكوير اقول تكامل من زيرو لباي اي تربيع دي سيتا بس على كام؟ على باي، يدي نفس الحل اللي هو اللي هنوصل له دلوقتي. طيب الاي تربيع اللي هو اي ماكسيمم تربيع ساين سيتا دي سيتا، وده كل ده تحت الجذر، ده تكامل محتاج ان انا افك الساين تربيع. هلاقي ان الساين تربيع لما افكها
الساين تربيع بتساوي واحد ناقص كوزين اتنين سيتا على اتنين. احط الكلام ده وافك واعمل التكامل اللي احنا طبعا شاطرين في الرياضه، اقدر اوصل في الاخر للتكامل والحل اللي هو الاي روت من سكوير تطلع بكام؟ اي ماكسيمم على جذر 2. يبقى هنا الاستنتاج بتاعي برضو ان علاقه الروت من سكوير فاليو للموجه الاسي، علاقه الروت من سكوير بالماكسيمم فاليو، ان في الساين ويف الاي بتساوي اي ماكسيمم على جذر 2. ناخد مثال عشان يوضح اكتر ازاي احسب الافريج والافكتيف فاليو او الافريج والروت مين سكوير فاليو. عندنا شكل اهو، الشكل ده عاوز احسب له الافريج فاليو، عاوز احسب له الروت مين سكوير فاليو، اعمل ايه؟ طب ابص الاول اشوف الشكل اللي قدامي، الداله دي متماثله حوالين محور اكس ولا مش متماثله؟ لا، هي هنا غير متماثله حوالين محور اكس لانها كلها بوزيتيف، ما فيش تماثل، وبالتالي انا هنا هاخد ايه بقى؟ سايكل كامله، هاخد ايه؟ سايكل كامله. طيب نشوف كده، احسب الافرج فاليو. الافرج فاليو هنا من 0 لباي، من 0 لباي ليه؟ لان انا طبعا هنا عندي هنا نص نص المنحنى بتاعي بيبقى من 0 لباي، والمنحنى ده معادلته ايه؟ اي ماكسيمم ساين سيتا. يبقى انا هجيب الاريا ديت يبقى من 0 لباي. طب البيز بتاعتي كام؟ احنا قلنا هناخد ايه؟ سايكل كامله، يبقى البيز بتاعتي 2 باي وتكامل، ويطلع لك في الاخر ان الاي افريج بتساوي اي ماكسيمم على باي. ده في الشكل اللي قدامنا. طب لو عاوز احسب الروت مين سكوير فاليو او الافكتيف فاليو، هنا مش هبذل مجهود. ليه؟ لان انا هحط تحت الجذر الفانكشن تربيع اللي هو اي تربيع. طب الاي تربيع كانت بتساوي ايه؟ اي ماكسيمم ساين سيتا، وتكامل وفي الاخر تحصل على الروت من سكوير فاليو، تطلع بكام؟ اي ماكسيمم على 2. الاي روت من سكوير او الاي افكتيف بتساوي الاي ماكسيمم على 2. يبقى هنا اجيب الافريج فاليو، وبعدين الروت من سكوير فاليو احطه تحت الجذر الايه؟ الفانكشن، واربعها. مثال اخر، داله اللي قدامنا اهيت، عاوز احسب الافريج فاليو والروت من سكوير فاليو. زي ما اتفقنا هنا الافرج فاليو، لو احنا بصينا هنا معادله ثابت، يعني الجهد هنا بتساوي كام؟ ثابت 20. ال 20 دي من كام لكام؟ من 0 ل 1 من 10 سكند. يبقى انا عاوز اكامل عشان اجيب الاريا ديت، يبقى واحد على البيز. البيز بتاعتي كام؟ البيز بتاعتي كام هنا؟ هنا داله غير متماثله، ويبقى البيز بتاعتي سايكل كامله اللي هو 3 من 10. يبقى 1 على 3 من 10 تكامل من 0 ل 1 من 10، لان الداله هنا فيها قيمه من 0 ل 1 من 10، بتتغير من 0 ل 1 من 10 بقيمه ثابته كام؟ 20. هتكمل ال 20 ويطلع في الاخر 1 على 3 من 10، 20 في 1 من 10 بتساوي 66 من 100 فولت. طيب الروت من سكوير فاليو سهل جدا، الروت من سكوير فاليو هنا اقدر احسبه على طول، ان انا زي ما انا قلت ان انا احطه تحت الجذر واحد، احطه تحت الجذر واحد على تي تكامل من 0 لتي، بس الفانكشن تربيع، الفانكشن تربيع هنا عندي كام؟ 20. يبقى 20 تربيع وكامل، وهعوض بحدود التكامل، يطلع ان الجهد ب 11.5 فولت. يبقى ملخص الجزء ده، ملخص الجزء ده، يجي لك موجه ازاي احسب لها الافريج فاليو وروت من سكوير فاليو. ابص للموجه اللي تجيلي، لو هي داله متماثله حوالين محور اكس اخد نص سايكل واعمل عليها التكامل.
ويبقى البيس بتاعته نص سايكل. طيب لو داله متماثله غير متماثله حوالين محور اكس يبقى اخد سايكل كامله واعمل عليها التكامل، اخد سايكل كامله واعمل عليها التكامل.